الناس دي تنتظر الحلقة الجديدة، وقليل اللي يعرفون انه هاي حلقة بالذات من اصعب الحلقات اللي مرت علي انا والكادر طول فترة شغلنا بهالبرنامج. هسه انا مقدم برنامج سياسي كوميدي، وشغلتنا انا والشباب نتابع القنوات الفضائية حتى نطلع منها قفشات الضحك الناس وتوصل لهم الرسالة بنفس الوقت. فجأة انترست القنوات مشاهد دم وشهداء وبقايا اطفال ودموع امهات. شلون راح اطلع بهالحلقة؟ أعتقد من أصعب المهمات بالعراق حالياً أنك تحاول تضحك الناس على الوضع اللي هم عايشين به، لأن الوضع أحياناً ينقلب من عركبة برلمان الضحك وتصريح ما سياسي ما يعرف ايش يسوي إلى صوت عياط نسوان والناس ده الشيء أحبائها وشوادر وفواتها. بلحظة يتغير كل شيء ويصير اللون الأحمر والأسود، وكلمة الشهيد السعيد هي الأشياء اللي شوفها بكل مكان. كلنا نسأل منه السبب باللي ده يصير، الجهاز أبو الأريل، السياسيين، رجال الدين، الرشوة، الفساد، الطائفية، عدم تقبل الآخر، انتخاب نفس الوجوه لأسباب طائفية ومذهبية، تدخل الدول، العشائرية، كل واحدة من هذين هن سبب. إذا تحطهن كلهن ذنب بخلاط راح تنتج لك تفجيرات بالشارع مستمرة ودم على الرصيف وصوت طلقات وناس تقتل ناس. بس إذا نصارح نفسنا شوي، هواية بينا مسؤولين عن اللي دي يصير بطريقة أو بأخرى. كل واحد سب الآخر لأنه من غير طائفة، كل واحد صدق بإعلام بدون ما يتأكد منه وتبنى وجهة نظره، كل واحد باق، كل واحد شاف شيء غلط قدامه وقال أنا شي عليه، كل واحد شاف ظلم قدامه وسد بابه وقعد، كل واحد أخذ رشوة، كل واحد انتخب سياسي لأنه مدافع عن طائفته وما فكر بالنتائج، كل واحد شال سلاح بعركة مال جوارين أو عشيرة ومن جو داعش ذب سلاحه وطفر، كل واحد شال سلاح لأسباب متنوعة بس العراق مو من ضمنها وهواية بعد. فالحل شنو؟ نهج من البلد؟ نشيل سلاح كلنا؟ لو نجرب ننسى خلافاتنا شوية ونحط إيدي بيد، خلينا نجرب هذا الحل، بلكي الله نجرب نغير وجهة نظرنا بالآخر. ما أعتقد رح نقدر نسحل داعش أو أي جهة تسبب دم بالشارع إلا من نتعاون بيناتنا، وكلنا نحس بالمسؤولية تجاه بلدنا ونخلي العراق هو الخط الأحمر الحقيقي اللي ندافع عنه، مو فلان خط أحمر وفلان خط أحمر. من هالشي يصير أعتقد رح نبني مستقبل زين. هسه انا لازم اطلع احكي ويا اهل الشهداء، ما اعرف شو اقولهم، ما عندي كلام ممكن يواسيهم وينسيهم الحزن اللي هم. اغلبنا مرين بهذا الاحساس وشايفين شنو يعني لوعة واحد يشيل واحد من اهله ويدفنه، وعارف بهيج وقت الكلام ممكن يساعد ابو المصيبه، بس ما اعرف صدق ما اعرف شو اقول لاهالي مدينه الصدر والكاظميه وحي العدل اللي فقدوا احبائهم وجوارينهم واصدقائهم. راح اقولهم الله يصبركم ويعينكم على اللي انتم بيه، ينطيكم القوة حتى ترجعوا مرت اللخ تعيشون وتبنون وتتحدون الإرهاب والطائفية. والحلو بينا إنه إحنا شعب ما يستسلم، إحنا نظل نتحدى كل شيء سيء ونعيش ونضحك وننتصر. أعرف كل الزين يجي يوم راح ننتصر، لأن إحنا دائما ننتصر، كل النهايات دائما تسجل لصالحنا. خلص لازم نتحداهم بالحياة مثل ما يتحدون بالموت. اهلا بكم في البشير شو، اهلا بكم في البشير شو، كبلاء الدولي اهلا بكم، اهلا بكم في البشير شو، 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 اهلا بكم في البشير شو. تقدر انت العادة بس قبل ما بلش خلي بس ارد على اخر فيديو اللي هو احد الاطفال الصم البكم تعلمت ليش كم حركة. شكرا جزيلا، شكرا. تقدرون تدزون فيديوهات افتتاح دائما على الصفحات الموجودة اسفل الشاشة، وتقدرون دائما تشوفون حلقات البشير شو على قناة الدوتشة فيلا اللي هي نفسها الدي دبليو، وربما على قناة السومرية، ما أدري إذا راح تبث هالحلقة أو لا صراحة. المهم بنص الهوسة اللي إحنا عايشين بيها صعب تلقى أهم شيء تبلش بيه شنو من البرامج، فراح نحاول نلقى شنو أبرز مشكلة موجودة بالعراق حاليا وما حد سمع بيها وما حد انتبه عليها. لا يمني على أصعب شيء مر بالبلد بالأسبوع الفات ومر من جوا أيدينا ورجلينا مرور الكرام بدون ما ندري بيه، لا يمني على شيء سبب أزمة
لا يمني على شيء سبب لنا أذى نفسي وجرح داخلي وخارجي. شغلة أبو يوسف، شغلة سيف أبو يوسف كيف بالموبايل، جابوا له موبايل وفرح بيه وراح اشترى له غراض واشترى له كفر وسوارات، ها اشترى له يمكن ب 105,000، طلع الموبايل ب 75,000، طلع صيني. عم خلف الحدقتي سيف ابو يوسف شلون هالايام؟ اشتاقي له يا اخي، ذاك اليوم دقيت عليه على الموبايل ها وما جاوب، شنو التليفون الصيني مالته ما اشتغل بعده ها؟ ومن هنا أناشد الحكومة والبرلمان يتدخل لحل مشكلة موبايل سيف أبو يوسف، وسوف نطلق جميعا هاشتاج أنقذوا سيف أبو يوسف، ونطالب من أبو يوسف أن ينزلنا فيديو يحكينا به ملابسات الحادث وخاصة موضوع الاكسسوارات. وشغلة رح نطالب بسيف أبو يوسف ما يقعد ويا عم خرف الحدقشي، شوف شلون فضحك بالتلفزيون، قعد فيه حكيت لك هذا صين أسبوع عليه طلعك بالتلفزيون. نعفس أبو يوسف ونشوف جديات شنو أهم شيء صار بالأسبوع الفات، جديات شنو أهم حدث صار عندنا بالعراق. الاسم بارس تمر إيفيفا، تاريخ الولادة في 24 من شهر حزيران لعام 1986، مكان الولادة تل أبيب. كانت شرطة النجف أعلنت إلقاء القبر على ضابطة استخبارات إسرائيلية في النجف الأشرف، تحمل هوية ووثائق أمريكية وتنتحل صفة صحفية في أحد فنادق مدينة النجف. لزمنا جاسوسة إسرائيلية عندها جواز أمريكي وبالنجف؟ فدها للنجف. هاي أنا أقول لكم إيش صار، هي جت خطية مطار بغداد فنزلت بالمطار بالجوازات جماعتنا، قالها هاي what you do here what you شدك هنا، فقالت له I am here for a visit، فأقول لك شنو يعني visit؟ يعني زيارة زيارة. No no go نجف نجف مو بغداد، بغداد no زيارة go نجف زيارة. تعربنت المرة وراحت للنجف لاسموها. زين شنو هدفه؟ ايش ليش جت يا منو هاي؟ انطوني تفاصيل اكثر عن الموضوع، واهم شيء ايش سوينا لها احنا. اعلن عضو لجنه الامن والدفاع البرلمانيه اسكندر وودورد اطلاق سراح الجاسوسه الاسرائيليه فاراس مير أذيفا والتي تم اعتقالها في النجف، واطلاق سراحها من قبل قاضي الملف. جمله من التساؤلات وعلامات الاستفهام تطرح حيال اعتقال جاسوسه تابعه للكيان الاسرائيلي في النجف الاشرف واطلاق سراحها بعد ضغوط أمريكية في ظروف غامضة. كان مفروض عن تفاصيل أكثر عن هذا الملف ينضم عبر الهاتف النائب اسكندر وودورد، لكن لم يرد على هاتفه. طبعاً ما يرد. شو يقول يعني؟ سالفة حكيت ويا جماعتي بالشقة وطشت في القنوات الفضائية صدقوها. أنا متأكد من دق على التليفون من قناة الرشيد إيش صار الحوار. ألو مرحبا أستاذ ويا قناة الرشيد. بس ردنا نستفسر على موضوع الجاسوسة الإسرائيلية بالنجف اللي لزمت، راح تنضم ويانا يعني على الهواء بعد شوية. شو أقول السالفة؟ إن الرقم المطلوب طفر حالياً، يرجى إعادة المحاولة في وقت لاحق، أو لا تحاولوا لأنه ما حيجاوب على التليفون لو يجي حضير عزيز. زي ليش جاسوسة إسرائيلية متخفية ولازميها وياها الجواز الأمريكي والجواز الإسرائيلي؟ ليش متخفية وجابها وياها الجواز الإسرائيلي؟ المترجم اللي وياها وين ومنه وش معنى ما لزم؟ وش تسوي بالنجف أصلاً هي هاي؟ معقولة مشتهية دهية؟ احتمال عندها نذر وتريد حل المشاكل يا اخي. جزء اسرائيل مثلا يريد يعرفون ليش كل محلات الدهين اللي بالنجف اسمها دهين ابو علي. يا اخي كل اللي اسمه دهين ابو علي الاصلي، سامع في يوم محل ما الدهين اسمه دهين دريد اللذيذ. فهم مستورين يعرفون هذا السر ابو علي منو. وهذا الشيء خطير بالمناسبه. ولمعرفه تفاصيل هذا الحادث معنا على هواء مباشره مراسلنا حكم اللي راح يلتقي بجاسوس حتى يشرح لنا شنو تفاصيل عمل الجواسيس بالعراق. حكم الهواء لك. اهلا احمد، الان وياي احد الجواسيس القدماء واللي اكثر من مره سلموا نفسهم بس ما يعتقلوهم. اخي انت ايش تبيع هنا؟ احنا هذا تشمبر مفتح على باب الله. أي. عندي ذني غراض مال جواسيس. مثلا عندك هذا القلم كاميرا ويقتل بان واحد. ها ثلاثة اشياء يكتب بان واحد. هنا عندك لاقطه هاي نحطها بالتليفونات حتى شنو نسمع الشيء يحكون. اي تصنع. السلام عليك. عليكم السلام. وعليكم السلام حبيبي. على كيفك. اهدى اهدى اهدى. عندك مثلا هذا الناظور. الله كانت شنو سعاد شايله قنابل. بس اشوفهم بس باوع سعاد. تريد يريد باوع سعاد ام القنابل. المهم كمل لي على هذا الناظور. هذا كنت اجر الولد المنطقه بنص ساعه اخذ 10 دنانير. بس 10 دنانير بذاك الوقت كل كبيرة. قل لي هاي العائلة قدرت جزء ثاني
جاب هذا عندك تجيب بس هذا صور عائلة قذرة. لك الجزء الأول موجود. أقول لك زين أنت ليش تركت الجاسوسية وفتحت شامبر؟ هو وين الشغل؟ لاقين شغل وما مشتغلين؟ ماكو شغل. إذا أنتوا شي يصير عندكم على التلفزيون مباشرة. يعني يا أخي تدري صار لي 10 سنوات أنا ما مستلم راتب. مو بس هاي من 2003 واللي هسه شنو يعني؟ يعني جاسوس لا شغل ولا شيء قاعد. وشغلة ثانية يا أخي سوي لكم معمل مال نووي، سوي لكم معمل مال أسلحة، أوكي؟ ليش؟ سوي لكم خطة لا تحجون بيها حتى شنو؟ حتى إحنا نقدر نشتغل. يا أخي شايف الجواسيس مال برا دول دول برا فلوس ونسوان وطلقات وما يصير يا أخي ما يصير يعني. زين سؤال، سمعنا إنه لزموا جاسوسة هنا بالعراق هسه بالجديد. سعاد خطية سعاد. زين أقول لك بس قبل ما أروح بس إذا اشتري هذا القلم أقول لك هذا بيع. عشان قتلته؟ ليش؟ بالغلط بس اوقف بس لحظة اقول لك قتلته احمد. اقول لك ما صورت اللي صار احمد خطيئة جواسيس ولا هذا بالمونتاج شباب انتي اطلعوا. شكرا حكم خطيئة جواسيس. خلينا ننتقل للموضوع الأهم ونحكي جديات. مجلس النواب برا الاقتحام من قبل المتظاهرين وموقعة القنف التاريخية، ما عرفنا شو وقت راح يداومون، شو وقت راح يرجعون يحلون الأزمة السياسية الحالية، شو وقت يكملون التصويت على بقية الوزارات والتغيير الوزاري الجديد. يقولون ما يعني ما راح تعقد جلسة لأنه الأساس تعبان إرادة تجديد. بالنسبة لي يعني لإنعقاد الجلسة هناك ثلاث يعني إشكالات أساسية. المكان غير مهيئ وقد يحتاج شهر إلى 45 يوم حتى يمكن أن نهيئ قاعة الاجتماعات. شهر إلى 45 يوم حتى تهيئون قاعة الاجتماعات؟ ليش ما تلتمون بالحديقة؟ ايش معنى إلا بالقاعة مجلس النواب؟ هي مالت فياك يعني ألتم بالحديقة مال البرلمان وأفضها، أتخذ محمد الحمد قدوة، ما عنده استوديو جابهم بالحديقة قاعدوا مسولف فيهم كراسي شادر واحد يرش الأشجار قبل القاعدة تنطي جو، شايات شرك حلقوم والست عواطف نعمة يقولون تسوي جومه، واللي ضوج يلعب ريشة ختيلان شبطيط دعابل. هو يقول لك ياسر ملك الدعبل، لا طنب لا أرط لا نقر، يشيل كل 100 دعبل لسور يش من يسوقرها يطشر الساف يطشر. اعتبرها سفرة للزوراء وجلسة برلمان الا مايكات وهذا مال التصويت الالكتروني اللي ما حد يستعمله وبعدهم الكل يرفع ايديناتهم ما ادري ليش، وحتى القعده بالحديقه امينه بس احلى من القاعه هاي الوخمه والكراسي بلاستيك ما تاذي اذا تشمر والطفره سهله، واذا النواب الوكه راد يخربون القعده يفيضون الثير عود بالمي هم هسه يصير طبش ولعب بالمي والزحلق تغيير جو يا اخي. زي ما انه انتم مصرين على القاعه وماكو قاعه، شنو البديل؟ شنو البديل اذا شو سوينا؟ اكو مكان ثاني بصراحه يمكن ان نستفيد البرلمان القديم الموجود حاليا في العلاوي، يمكن نجلس فيها مثلا اسبوع اسبوعين ثلاثه بالعلاوي. برلمان 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 قرار جديد بالصدر على التبريد، قرار جديد بالصدر على التبريد، منو يطلع منو يصوت؟ طالع 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 طلع القرار جاء طلع القرار. تعرف استاذ اذا رحت العلاوي ايش يراد لكم؟ يراد لكم التالي، خاولي على الركبه، سيدي معلق، دقاره على الاذن، كاسيت مال قاسم القرناوي، صدق ما نرتاح ونقول للالم راح. علق علق بعدين علاوي دلاله ما حد يتيه منا ورايح، من تروحون تداوم بالعلاوي السيد النائب محمد عباس سلمان راح يبدي داوم، لان انا متاكد طول الفتره اللي فاتت هو متيه البرلمان ما يدل اصلا. سيد محمد انت على قيد الحياه، انت اسطوره لو حقيقه، انت حلم لو علم، انت ويانا ايه بشرفكم نروح للعلاوي بربكم. ليش بيها القاعه مال البرلمان؟ حسب علمي ما صار بيها ذاك الشيء كبير يعني مو ذاك التفليش اللي استاهل 45 يوم ماكو دوام. وهي شلون قاعه؟ قاعه سخيفه تافهه حقيره لا تليق ببرلمان في اتعز دوله من دول العالم. هو اساس قديم من الدوره السابقه، وبعدين مو كرسي
يعني متحرك، كرسي ثابت، وانت لما تطلع كل جناح بحوالي 20 نائب ونائبات، فمن تطلع يعني شوية زحمة. المهم ما بيشيل الكراسي، ما بيشيل يعني، ماكو مشكلة الموضوع. تريد كراسي تتحرك؟ شنو حبيبي؟ دور دلال، ما تريد كرسي ابو المساج؟ ابو درب، اعرف ليش تريد كراسي متحركة؟ على مود واحد يدفع لك بالمرات بالاستراحة. بعدين واذا محصورة الكراسي استاذ عادي، تمشى صفح شوية، ما رايح سينما قبل؟ قصدي ما رايح البرلمان قبل؟ واذا محصورة الكراسي امشي واعبر على كيفي هيك واطقطق بالعالم من رخصتك. ما قاعد يا محلاق من هذول اللي زقون بيك هنا وانت قاعد زين، هو فوقك يجي اكو فد شيء عنده يطخ بالاشياء اللي عندك وانت تيجي توخر، بس ما تقدر تقول له يعني، بس العفو شويه. اي حبيبي عادي، نفس العمليه، تعلم يا اخي تعلم، روح يا محلاق اقعد. زين خلينا نفترض فعلا انه قائمة البرلمان يرد له تصليح، ايش قد تكلف التصليحات هاي؟ يردون يا 69 مليون دولار عراقي حتى يعيدون بناء، دولار امريكي طبعا، قابل فنزويلي دولار هو امريكي، 69 ألف دولار. البق، شوف اللبق على قول حسين ابن اخوي، شوف اللبق، 69 مليون دولار المن خالي. ها خالي هسه ما فهمت ايش قد المبلغ، 69 مليون دولار لو 69 الف دولار لو 69 مليون دولار عراقي، هاي عمله جديده هاي، ما اعرف شنو هاي، دوختني انت وحسين ابن اخوك اللي ما اعرف ليش اجى طاريه بالنص. من حسين ابن منو حسين ابن اخوك؟ شبي ابو اللبق هذا؟ هم اشتريت له موبايل وسسوارات ب 105 ألف وطلع موبايل صيني. استاذ شلتاغ، اسهل معلومه تقدمها للمتفرج ان تميز بين الدولار الامريكي والدينار العراقي، ماكو عملة اسمها الدولار العراقي بعد ما اخترعاي. وبمناسبة 69 عمو صباح، فقرتك مو مستفد شوي، انتظر خليك قاعد. اي خلي نشوف صدق التكلفة مال تصليح البرلمان، هل قد تكلف؟ لا لحظة ما افتهمنا شي من شلتاغ غسب، كمل شوف ليش كتكلفة مال البرلمان. نقلت وسائل اعلام محلية عن لجنة تقدير ضرر البرلمان بعد الاقتحام أن التقديرات الأولية للأضرار الناتجة عن إتلاف وسرقة من مبنى البرلمان قاربت 69 مليون دولار في أول تقدير قابلة للزيادة. 69 مليون دولار؟ 69 يعني؟ المشكلة أنه هذا الرقم مريح لكل الناس، ولهذا دائما يجي بالطاري، يعني هذا رقم بعدالة لكل الأطراف، ما بي أي طرف مغبون، مريح ويؤدي الحاجة. 69 مليون دولار؟ هاي نجيب بها نيمار قاعده بالبرلمان يشوت ليش كم طوب احسن لنا؟ يعني هن 325 كرسي، قول 400. اذا نجيب كراسي وندوشهم من فرزاتشي والمايكات نطليهم ذهب ونجيب لهم لينزي بيلاس تسوي لهم مساج، هم راح يكلف 11 مليون دولار. واتحداك تشيل صوره السيد النائب. اللي تشوف الفيديو على اليوتيوب اضغط رقم 2 راح يروح ابو جاسم. وتقدر تستمتع بالمناظر الطبيعية الموجودة خلف السيد النائب. يعني مدى اقتنع ليش 69 مليون دولار بس يعني؟ ليش دعوة يا اخي؟ ايش دعوة؟ دارونا بها مجال شوية شعبكم احنا. لم يحدث اي سرقة ولم يحدث اي تخريب، وانا صورت ذلك ومستعد اعطي الصور الى الشرقية. مقدار التخريب الذي تكلم عليه الجميع السياسيين لا يتجاوز المليون دينار عراقي. كم جاما انكسرت بالمغاسل والتواليتات والجامة الأمامية لمجلس النواب، كل هذه الأبواب كلها لا يوجد أي تدمير ولا يوجد أي سرقة. كم جامة ومغاسل وتواليتات والجامة الأمامية ب 69 مليون دولار؟ عمي إذا مليون دينار أنا مستعد أعطيكم إياهن، هاي ثمن ورقاتهم لي قدام، واشركم صورة السيد النائب محمد هم وبدون ما تدوس رقم 2 ومجاني. بس لو صدق ان يصرحون مجلس النواب 69 مليون دولار ترى رقم يخليك تطلع عن طارك، رقم هم بي اثاره وهوايه فلوس.
واحنا منين اصلا بالتواصيل الدولي ده يعطيني 250 مليون دولار دودين؟ بما انه الهيئه ورانا فما راح اقدر احكي هوايه، فراح اقضيها دعاء. ربي كون كل من ماخذ فلوس من الشعب وياخذن حتى يتونس بيهن ويسهر بيهن عساكم ان شاء الله اليوم كون كل من يسهر توقع عليه ان شاء الله غيمه من هذه الصاعقه وني كلها فحمه اليوم. شنو الكرياتيفيتي بالدعاء؟ لا ما كنت ناوي اني ادعيش دعاء ابد، كنت ناوي اقول الله يسامحهم. شوفكم بعد الفاصل. انا اسف اذا تاخرت عليكم بس كنت بدي اتاكد من النص كمل لو بعده، لان مثل ما تعرفون مثل ما عدتكم قبل حلقتين عمو اليوم انت بطل الحلقه. الشباب صار لهم اسبوعين يشتغلون وبس يتفرجون عليك، والحمد لله قاموا لك بالواجب كالعاده. استعد، حضر حب الشمس، تشبس اذا مسوي دايت، واستريح، راح نبلش بيك. وبالمناسبة هذا الكلام موجه للمشاهدين، الفقرة الجاية غير صالحة للمشاهدة العائلية، او قاعد واحد من البيت حاط ايده على الريموت وايده على الميوت، اخاف كل شيء يصير بيه. هواية فيديوهات العمو صباح، وتعرف شنو يعني فيديوهات العمو صباح. اي عمو قبل ما ابلش بيك اريد اعرف شنو اخر شيء صار وياك؟ استنكرت ادارة قناة العهد الفضائية وكاديرها قرار هيئة الإعلام والاتصالات القاضي بإيقاف برنامج كلام وجيه. هيئة الإعلام والاتصالات العراقية كانت هدفا لردود فعل غاضبة أخرى قبل أن تتدارك الأمر وتبلغ القناة بضرورة إيقاف البرنامج. شنو؟ لا 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 وقف، صدق تحكي؟ بعد ما كان بصباح؟ لا وين نروح؟ لا قلبي نغزة. ها ها كلش خط وياه اكو شيء شغله خربانه بيه. ابو صباح لا ابو صباح لا ابو صباح لا ابو صباح لا ابو صباح. دكتور شنو الحل؟ الحل حالته ما يؤس منها، رجاء علاجه يكمن انه لا حد يذكره بشيء عمو صباح، لا حد يقول له صباح الخير وأددد. علاجه مدة أسبوع، سمعوه خطيرة بالعباس. خطية دكتور قبلك شلون محاسبة؟ ما عندي فلوس. أحمد ما جزدان أحمد أبو جزدان أحمد يبقينا مال غدا وأنا أريد أرقل وراه بقينا. إيه طيب ما بقينا شيء. شكرا دكتور. شكرا شكرا دكتور. تفضل دكتور. شنو 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 شفت الحمرة؟ الطين الحمرة؟ لا ماكو حمرة. جيب الحمرة جيب. أقول لك راح نرقيله دكتور ما يصير باكر بس يقعد جيبه. والله عيدها نفسي. صباح لا صباح الخير لا صباح الخير لا. صباح الخير صباح صباح الخير صباح السعادة وال اسكت. اوقف يا زمن وياك الاحسان. ادري ما اشوفه الداونلود ما كمل مع اللي قعدت 69 69. اوقف يا زمن وياك الاحسان. ستين ام النشاط ما زلاطه. في توا ابو علاء اوقف يا زمن وياك الاحسان. اخ قلبي خاف. شباب ماي شباب ماي مين ماي 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 لك جلطة ما خلاص ماي بس اكو دولكة بس دولكة دولكة. اوقف يا زمن وياك الاحسان. هييي 69 نكتة ونكتة هسه ما الشارع
صارت عندي نغزه لو طول. هاي شنو تكه مال قطاع كباب لو بنات؟ جاء صديقي مخلد لو اصلي. ايام راح ابو صباح راح. خليك هنا حاليا. ليش هيك هيئه الاعلام؟ ليش وقفت العلم؟ اعيد البرنامج. وبما انه هيئه الاعلام وقفتك واحنا صنف لازم واحد يوقف للثاني باوقات الشده، فانا قررت اليوم اوقف وياك عمو صباح حتى يرجعون البرنامج. ليش هيئه الاعلام؟ ليش توقفون برنامج لطالما كان معلمنا بكل شيء، لطالما كان هذا البرنامج وهذا الاعلامي شيء مهم نستلهم منه المعلومات العامه على الاقل. لان الحيوان تطلع منه اللحم، تطلع منه الموطه، تطلع منه الحليب، تطلع القيمر، كل شيء بيه خير تطلع منين؟ تطلع من الحيوان. اي صح، اكو حيوانات تطلع منها موطه، واساسا اكو انواع مال موطه مال الحيوانات، موطه لحم، موطه دجاج، موطه سيفود. اذا تريد موطه مال الحيوان تلزم الذيل مالته هيك ترفعه وتحط الكبوس. تفضل حبيبي هاي الموطه. هاي مو موطة ترى، بس نفس الشكل أعترف. شفت؟ معلومات علمية قيمة وما حد يقدرها ويعرفها إلا الأجيال الجاية، وانتو تريدون تحرمونا من هالمعلومات. بربكم منو بالكون كله قال إنه هو حيوان نطلع منه موطة؟ ما حد شيء. خلاص هاي بعد ما نحتاج، ما حد يعرف هاي السوالف. بعدين مو بس معلومات علمية تأخذ منه، أشياء ثقافية أخرى. أنا اليوم سويت قصيدة ما زالت بعدها بورقتها، دا حي السيد ظافر العاني، أقول: حي المحفحف والمقطقط، المهلوس شعرا والملطلط، المخبر المدني والقومي، والوجه المحير والمحنط. الله، الملطلط والمقطقط صورة فنية رائعة تعبر عن، شوف هالقد ما عميقه ما اعرف ايش شنو تعبر، بس المقطقط دورنا عليها لقينا معناها الراس المحدد، يعني تروح الحلاق تقول له قطقط لي اللحيه والله الزلف. وبرايي انا اقول لازم كاظم يغني هالاغنيه، يعني قبل نزار قباني احسن من عمو صباح. يعني حي المحفحفه والمقطقطه، المهلوسه شعرا والملطلط. لا 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 لا, لا. أنا خلاص بعدين. وتريدون توقفون هذا المنجم؟ يعني هذا الإرث الثقافي ليش؟ ليش؟ لحد الآن ما صار خمس دقائق شفنا أنه عالم وشاعر ومهذب. وتغير عن قبل ترى هو. خلينا نشوف جزء من هذا الملعب البرلمان الذي يلعب به يلعب بالبرلمان. لأنه بهم يطلع لي البعير شو ونهم يقول هذا يلعب بغير شيء. أني؟ لا عمو لا، أنا ما أسوي هيك. أنا وياك عشرة موسمين، أنا كنت أعتبرك من الكادر المؤسس لهذا البرنامج. أصلاً من شفتك أنا قررت أسوي هالبرنامج صراحة. تخيل بشير شو ما بيع عمو صباح. أنا إلزم عليك إيش لازم صراحة، عندي لقى منها وأنت قاعد تتفرج بس شوف. بس شفت شلون راد صمتكم بإيحاء من عيار ثقيل بس غير رأيه؟ لأنه برنامج للعائلة العراقية وتاتي توقفوه. أساساً هو ضد الإفشار والكلمات الهابطة والسب والشتم وجميع أنواع الإيحاءات. يا أخي يشهد الله، أنا بداخلي ما أحب الشتايم، ما أحب السب. ما السب أنه أنا شخص عادي سياسي ما أسب، أنه بسم صحابي وثالث خليفة. إيه صحيح. عمره ما سب ولا فشر أصلاً. إيش الإفشار درب هو نفس الدرب هناك. ليش هو عمره بحياته فشر فشورة صغيرة؟ ليش تضحك أخي؟ لا ليش تضحك؟ أنا مش شاقة وياك؟ لا رجاءً، يعني من دا أقول نكتة، أنا دا أحكي نكتة. طلعوا هذا أساس البلد. طلعوا رجال ما يحب السب ولا الشتم، والله يشهد عليه.
ليش وقفتوا برنامجه؟ عود من يفشرها اسبوع هو يتعلم وما يعيدها. ابن الطراق حش الحضور ما ادري يمكن نسوانكم يحبن جهاد النكاح ومكيفين ما ادري حد. وقال الدهلكي في حديث لإلاف ان الوفد عرضه هو العريض. الله يطيح حظك على ايش دعاء. احنا هسه زين الحمد لله خوش دا نطيهم اياه. هم يرتاحون من واحد يطيهم الخبر يعني. البرزاني ما يلبس قنادر ولك يلبس قيوه. يا ابن القيوه الله يطيح حظ العاريه. ابن الدولكه هذا. ولا نمد ايدينا لهم. نمد رجلينا وين من مدها خلي نمدها وين الطب رجلينا خلي الطب. هم متعلمين عادي يعني على القضيه. عمي وزاره الصحه رجعوا على الفرنسا يشرف لنا ترى. هو موضوع الفرنسي انا اتفق وياه يعني الفرنسي من اجود الانواع واحسنها صراحه. تحس غير شكل يا اخي يفرق عن العراقي. العراقي روتيني نفس الشيء من زمان متعلمين عليه بس الفرنسي اول ما يتجرب شيء ثاني خاصه من يحطون البصل والشاورما هنا والجبن يموت. بعدين يا اخي اعذروه هو رجال كبير يعني طبيعي الرجال الكبير من يتعصب يحترق دمه. هم دائما هي شفلت لسانهم. شايف السيد الوايد الله يحفظه من يقول لك سوي شغله وتغلس عليها كميه الفشار والشتايم اللي تجي على نفسه. هم بس تقول ليش فشروا على نفسهم؟ الاباء دائما يرضعوا ابن على نفسه. وبذكر الاهل والاسره هنا اسمح لي اطلع من الموضوع شويه بس اللي هالصوره فدوه. حجي فدوه اروح لك. من تخابر واحد من قرايبنا ومن غير ما يسألك علي تقول له حمود يسلم عليك؟ لا مدى أسلم عليه أنا ولعلمك أنا أكرها ودا أجامل لخاطرك. لا تسوي هاي المفاجأة مال هلو بابا هذا خاله ودي يسلم عليك. لا ما أريد أحكي وياه ما أريد. هلو خاله إيه أتذكر أنت مشطفني أعرف. إيه أتذكر من بلت على روحي وأنا صغير وأنت غسلت أعرف. اي والله اتذكر من شلتني. انجاز يا اخي اوه شكرا. واكو هاي السالفه مال حمودي ابو سيدك. لا ما بستيد احد انا لا تتبلى ايش مدرين وين كانت ايده حتى ابوسها. ليش دا ابوس ايده ملك الحبشه هو؟ المهم اسف طلعت من الموضوع كالعاده. نرجع الموضوع وين كنا ثاني. اي 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 عمو صباح. عمو صباح وقفوا برنامجه. ليش توقفون برنامجه ودائما هو ينطيك طروحات منطقيه؟ هذا رافع العيساوي يمثل العراقي هذا يعني يأنف العراق انه يقول هذا عراقي. هذا ما له دخل. هذا اول واحد يريد يقتل العراقيين يريد يغتصب العراقيين كلهم يغتصب اراضيهم يغتصبهم شخصيا. اي صحيح هو يريد يغتصب العراقيين كلهم وشخصيا واحد واحد. بس عمو احنا 34 مليون ما راح يدبرها ترى صدقني ما راح يدبرها. شنو هذا السلام مالته؟ هلا عمو انا رافع. هذا القلم مالتي جيب لي اياه. اوكي اوكي لحد الان هو شاعر وعالم وناطق باسمنا ومدافع عن حقوقنا. هسه نريد نعرف منين ياخذ اخباره؟ مصادره شنو؟ هاي الاندبندنت مو مثل جريده الصباح ولا اي جريده اخرى. بندبندنت؟ اي صحيح اسمه بندبندنت. ما شايفين فيلم اسمه ذا بندبندنت داي؟ لا تضحكون هي اسمها بندبندنت. وبعدين قالوا لكم حتى شكسبير اسمه شيخ زبير. عمو اسمها اندبندنت. واذا تروح الانترنت افتح جوجل دور على الموضوع او روح على الفيسبوك هذا الموقع الازرق مو بلوكسات الاخ ودور عليه راح تلقى هي السؤال. اسمها اندبندنت جريده بريطانيه. فضحني بس شكو روماني. هذا اللي يضحك انا مرتاح لك. انا احس عندك شيء يا اخي ما ادري نفس مو مريح. طلعوه طلعوه هذا طلعوه يا اخي. شفت ليش وقفت برنامجه؟ دائما اخباره ومصادره موثوقه ومضبوطه يعني البندبندن يعني البندبندن المصدر الرئيسي مالته مو لعب ترى. ترى البندبندن هاي كبيره.
فؤاد كمل ايش عنده اخبار اخرى. ريت خبر عميق ومهم. خلينا نشوف واحد من اخوتنا الكرد الله يرحمه راد يحرق العلم العراقي، بس ما ادري كلمه الله اكبر شاورت بي بعد. خلينا نشوف. هذا المقطع اليوم انتشر كثيرا طبعا، انا وقفت ولاحظت المقطع انه اكو علم عراقي هو الذي اراد ان يحرق به. هاي شلون اسمه عمو فدوى سد حساب الفيسبوك كردي دي يحرق العلم العراقي؟ انا شو هدافع عليك هنا وماكو علم عراقي اصلا؟ يعني المشكله هذا الفيديو بسوريا واسمه باليوتيوب قام ايش له شباب سوا اثناء تعرض مبارك لصاعقه كهربائيه 21/3/2012 وانت مطلعه يوم 22/11/2015. شش لا تطلع اي فيديو فضحتني سوينا ودو جاني شلون اقنع صفاء؟ لحظه خليك وياي. هلا صفاء هيك ماكو شيء. وبذكر الكراد، هل تعلمون ان عمو صباح من اكثر الاشخاص المدافعين عن الوحده الوطنيه والقوميه العراقيه؟ وعمره ما فرق بين طائفه واخرى او قوم. ماني ما عندي فرق ترى لا بين شيعة ولا سنة ولا أكراد، هم ثلاثتهم يك حساب. تبيعون وطن وكم هذا، احنا ايش عندنا غير العراق؟ شنو شيعة شنو سنة شنو أكراد؟ ايش فادتنا الطائفية وياكم؟ وايش فادتكم الطائفية ويانا؟ عضوا عضوا انتوا عضوا على العراق بالنواجذ. وين نروح؟ نروح النيجيريا لو نروح للسودان. هو هذا عمو صباح اللي انا اعرفه، هي هاي الروح الوطنية. ريدنا كنا نعض بالنواجذ. شفت صفاء؟ شفت؟ ده تلاحظ؟ بس أنا اسمح لي شوي عمو، ما أقدر أعض النواجذ على العراق لأن عندي هاي الناجذة شوي رد لحشوة وهاي مفطورة. باشر إن شاء الله سلمت الدكتورة وأوعدك أجي أعض العراق. هو ليش العراق صاير حاط نصيص؟ واحد يريد يعض العراق والآخر يريد يلحس للعراق والآخر يريد يغتصبه. عفو طيب بعد عمو علمني على أهمية الوحدة الوطنية، أريد أنهل من هذا الدرر الموجودة اليوم ويانا. يا عمي حكيناها من البداية من الألف للياء ما حد يصدق. يا بي معودين هم يريدون الحكم ما يريدون قضية ديمقراطية، متعلمين على قضية أنه السني يجب أن يحكم العراق والشيعي هو المحكوم، لا يتحملون قضية أن رئيس الوزراء شيعي. كارثة الكبرى من يجون سياسيين يقول يا أخي هذا الخطاب لا تحكين بيه، ليش يا بيخافون على اللحمة الوطنية؟ يا بطز بيكم وطز باللحمة الوطنية، مو حتى ملابسنا أخذوها بعد شو تريدون؟ لأن إذا تقول للواحد نائب شيعي أنت طائفي للصبح يبقى يبكي، شلون التهمان طائفي وأنا مو طائفي؟ وأنا أحب السني، ما قلنا لك عم الحب النسوان يحتاج لنا بالفراش، وخر من الحب والكلاوات هالخرط هذا اللي ذبحتونا بيه. أعيد كلامي مال يوم أمس، نحن مع التقسيم لا ليس بين الشيعة والسنة، لا احنا مع تقسيم ابتعاد الدولة الكردية عنا. لا لا عمو لا لا تذكر قبل شوي تذكر نعض على العراق عمو اسكت عمو اسكت ايش حيقولون عليك انت وين التقسيم وراح نروح وين النيجيري على قولتك وما اريد يطلع عليك حكي يريد برنامجك يرجع اسكت اسكت خلا برا الهيئة الاعلام خليك هنا خليك هنا صفاء تعالي منا هلا صفاء تعال بس ان شاء الله شوف صفاء اوكي تعال هنا حسين يمكن شوي هواء صفاء روح صفاء اوكي نعوف الوطنيات نعوف الوطنيات نروح للسياسيين هو عمو صباح من زمان ضد كل السياسيين اللي اتهمهم هو بانهم متلونين يوميا شكله كانوا بعثيه وعلى اللي كان يحكيها ما عنده مرحميني ترى لا يرى سوى وجوه ذئبيه كالحه تريد ان يستمر نزيف هذا الدم العراقي بيد البعث الساقط من مشعان الجبوري الى محمد يونس الأحمق إلى عزة الدوني وهلم جرة إن حارث الظاهري مجرم ويجب على الحكومة العراقية أن تطالب به كما تطالب بمشعان الجبور الذي يظهر على القنوات ويقول إن يوم 25 شباط يعني الباكر أنا من أشد المحرضين عليه شفت من المحرضين على مشعان الجبوري وعلني سيد مشعان دعوة كيفك بعد أخيرا لقينا فيديو قالك ما بيتشفص والحلو بيه انه ظل متمسك بموقفه خاصه ورا ما اتهم مشعان بانه هو مسؤول عن نزيف الدم العراقي حسب قول عمو صباح انا ملعنه احلى شيء بالانسان لما يتمسك بموقفه ومبدأه ما تضحك
لكن حقيقة أنه نكسة إخراج مشعان الجبوري رغم ما قلت مع على التحفظات، لكن له موقف كبير وله فضل على العراقيين الشيعة وخاصة الشيعة. القضية يجب أن يقال أنه البارحة خسرنا جزء كبير من نقائنا، خسرنا جزء كبير من وقوفنا مع الحق، خسرنا جزء كبير من علي بن أبي طالب عليه السلام على قولة الحق، خسرنا يوم أمس مشعان الجبور الذي كان لنا صوت من داخل أنفسنا السنة. خسرنا صوت الحق؟ المسؤول عن نزيف الدم العراقي؟ أقول لك عمو ما راح أقدر أبرر لك هنا، يعني آسف. زي أقلها أثبت على موقف واحد. وحكي لي شو الفرق بين النظام السابق وهسه؟ ومعروف عنك عداك للنظام السابق وعمرك ما شفت تمجد له. ليش تضحك؟ أخي ليش تضحك؟ أنت مو طلعوكس رجعك. يلا خليك تفرج تفرج المشكلة. يلا عم احكي لي. احكي لي الفرق بين قبل وهسه. والله عمي كان عندنا رئيس واحد خاصيها كلها. هسه النوب شو لك كلها صارت رؤساء وما حد مخصي. هنا هذا البعث اللي بداخله طلع. بعد ما يقدر يسيطر عليك. تلبسه. عمو صباح او استاذ وجيه عباس، بالمناسبه هو اسمه وجيه عباس بس تقديرا لواقعه صباح الخير احنا اطلقنا عليه لقب عمو صباح. استاذ وجيه، انا ما كنت راح اقدر افك حلقه وياك لو ما كنت تقشبر على الناس باخبار وفيديوهات مفوركه وتجيب اشياء من اماكن وتسوقها للناس على انها حقائق حتى تصعد طائفيين. وما كان راح يطلع لك فيديو واحد بهالبرنامج لو ما انت تحرض العراقيين بعضهم على بعض. وما كان راح يطلع لك فيديو واحد بهالبرنامج لما انت يومية لون ويومية ويجهة. وما كان راح يطلع لك فيديو واحد بهالبرنامج لما انت من دعاة التقسيم. كان حالك حال هواي اعلاميين بالعراق، يجوز الشاقة وياهم من باب الشقة فقط، بس ما الح وياهم لهاي الدرجة. ورا كل اللي صار قبل شوية وكل الفيديوهات والاشياء اللي شافتها الناس عليك، ما اعتقد راح اقدر اضيف لك بعد شيء بالمستقبل. ما ظل شيء ما سويته وما طلع بالبرنامج هنا، فخلص هاي اخر مرة لك ويانا بهالبرنامج. وتعرف شنو؟ لو ما انت وغيرك بالخمسين قناة فضائية بالعراق تقريبا، ما كان بعدها الناس تنتخب نفس الوجوه وصعد نفس الطائفين ونفس سراق المال العامل اللي لعبوا بينا طوبة صارهم 13 سنة وبعد الانفجارات تصير بالشوارع. انتوا تسوقوهم على انه هذولا هم حماة المذاهب والناس البسيطة تروح تنتخبهم بدون ما يعرفون شنو النتائج بعدين. انتوا سبب كبير من اللي دا يصير بينا. هذا اللزقة مالتك، برنامجك خلاص بعد ما حد بينا راح يتابعه. وما راح ندق بيك من نورايح، خلاص احكي وحدك بعد ما حد يشوفك. واخر شيء عندي كلمتين لك. I'm out. شكرا حقا جاي. نص مصيبه مسخمه ويطلع لي يقول لك مسيطرين على الموضوع. صحيح سجلت 1400 حاله حسب وزاره الصحه اليوم 15/10، بس مسيطرين. هم كل شيء سيطرون. سوق الحرام ويا صاحب شعبك على المركب قاعد. لماذا روسيا الان تدخل بشكل مباشر في المنطقه؟ نحن الان امام ولاده عالم جديد متعدد الاصول. اوكي